أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، ما زال حديثنا عن موضوع الروح القدس. في هذه الحلقة رح أتكلم عن الآية التي تقول وتكونون لي شهود. هاي الآية مأخوذة من سفر أعمال الرسل إصحاح الأول الآية 8، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وحديثنا طبعا عن الملء بالروح القدس. عندما امتلأ من التلاميذ من الروح القدس كانوا شهود ليسوع المسيح، وهذا ما طبعا يجعل الإنسان عنده جرأة، جهارة، قوة روحية، حار في الروح، بيتكلم بقوة الروح القدس وبيشهد عن عمل يسوع المسيح في حياته. وتكونون لي شهود، هذه الوصية الأخيرة اللي تركها الرب يسوع المسيح مع التلاميذ قبل صعود المسيح إلى السماء من جبل الزيتون. فإذا هذه الوصية قال تكونون شهود، وهي الكلمة كتير كتير حلوة. كلمة شهود من كلمة شاهد أو يشهد، هي لها عملة ذات الوجهين. هو الذي يشهد يتكلم بما يسمع ويرى ويختبر بحياته، والوجه الآخر ممكن تكون شاهد وشهيد. شهيد الكلمة الأصلية في اللغة مارتيريا في اليونان بتعني شهيد أيضا، اللي بيشهد بكلامه ولربما أيضا بيشهد ويستشهد بحياته من أجل هذه الرسالة. فإذا التلاميذ واحدة من الأسماء شهود المسيح. إيش يعني شهود المسيح؟ أولا كانوا بيشهدوا عن قيامة يسوع المسيح، شهدوا لقيامة يسوع. لاحظ أن الرب يسوع المسيح قام من الأموات. إلى هذه الدرجة كان التلاميذ ما زالوا متشككين في الرب يسوع المسيح، وعندما ظهر لهم لمدة 40 يوم بكلمهم عن الأمور المختصة في ملكوته الجديد، شافوا يسوع، لمسوا يسوع، أكلوا مع يسوع، وعاشروا يسوع خلال هذه الفترة الزمنية. لكن أحبائي شهود طبعا إلى آخر لحظة لحديت صعود المسيح، يعني كانوا ما زالوا مستغربين من الموضوع، ما عندهم مش اليقين الكامل، إلى أن امتلأوا من الروح القدس. ولاحظ ما يقول الكتاب المقدس، الرسول بطرس بيشرح ويقول فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك، ونحن جميعا شهود لذلك. فإذا اللي بيشهد عن قيامة يسوع المسيح، الكنيسة كانت كنيسة شاهدة، شهدت ليسوع واستشهدت من أجل يسوع المسيح. كما أكرر إنه محور الرسالة في حياة التلاميذ هي قوة القيامة، إنه يسوع قام من الأموات والقبر فارغ وهو حي ويعطي الحياة الأبدية لكل من يطلبونه. شهود أحبائي، وفعلا هذه الشهود اللي خلت التلاميذ إنه يدفعوا كل غالي ونفيس في حياتهم. ثم الشاهد هو من يخبر عن ما سمع أو رأى، وكل من يختبر يسوع المسيح. لاحظ كلمات الرسول بطرس قال لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. كانوا عم بيضطهدوا التلاميذ وأنه يسكتوا ما يتكلموش بالاسم، باسم يسوع، فقالوا مستحيل أنه ما نتكلم عن شيء اختبرناه، لمسناه وشفناه بأم عيوننا. ثم أحبائي فعلا هاي الشهادة بتشوفها واضحة في سفر أعمال الرسل الإصحاح الخامس. في الإصحاح السابع منيجي لواح أول شهيد المسيحية استفانوس، كان بيشهد عن يسوع
وختم حياته بالاستشهاد من أجل يسوع المسيح. ولاحظ ما قال بولس الرسول عن استفانوس بعد سنين عديدة، قال: وحين سفك دم استفانوس شهيدك، يعني شهيدك انه كان واقف بولس عند الحدث وكان مؤيد وخاتم على هذا الحدث، وظلت سنين طويلة بعد إيمانه عالق هذا الأمر في ذهنه إنه استفانوس شهيدك، هي من نفس كلمة الشاهد الذي يشهد أيضا. فإذا أعمال الرسل هو أعمال الروح القدس مستخدما التلاميذ لكي يكون شهود للمسيح من أورشليم، وهنا الدائرة بتتسع من أورشليم اليهودية السامرة وإلى أقصى الأرض. بطرس الرسول عندما ذهب إلى كرنيليوس إلى الأمم، لاحظ ما قال في آية 38، قال: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. وبكمل أحبائي يقول: ونحن شهود بكل ما فعل. بعدين بكمل بقول: وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله، ديانا للأحياء والأموات، له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء ونحن شهود بكل ما فعل. سفر أعمال الرسل إصحاح 10 من آية 42 وما بعد. ومع أنه الكتاب المقدس بيتكلم بنفس السفر قائلا، يعني في أعمال 17 أو أعمال 14، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، شهادة المسيح دايما واضحة في كل مكان، وعم بيسمع صوت المسيح في كل مكان، واللي آمنوا في المسيح عم بيشهدوا في كل مكان. بولس الرسول لما تكلم إلى قسوس أفسس في ميليتوس، منطقة قريبة على أفسس، قال هذه العبارة: ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله، لأشهد ببشارة نعمة الله. ثم أحبائي، بولس الرسول عندما وقف أمام الملك أغرباس الثاني عم بيتكلم عن اختباره من آية 15، الرب يسوع بيقول له: قم وقف على رجليك، من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، كي ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. بيستمر في آية 19 بيقول للملك: ومن ثم أيها الملك أغرباس، لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي جميع اليهودية أورشليم واليهودية ثم الأمم. بيستمر قائلا أحبائي: شاهدا، يعني بقول بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، شاهدا للصغير والكبير. في روما كان في سجن، يعني تحت الحراسة، مكتوب في إصحاح 28: فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم، أعمال 28 آية 23. آخر آية في سفر أعمال الرسل إصحاح 28 مكتوب: كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح
بكل مجاهرة بلا مانع. يعني للحظات الأخيرة كان بيشهد وكان بيصرح وبيتكلم عن يسوع المسيح. شهدوا عن قيامته، اختبروا عمل وقوة التغيير في حياتهم من خلال قوة الروح القدس. ثم أحبائي، هذه الشهادة هي سر انتصار الكنيسة. فعندما تشهد بالحقيقة أنت تدمر مملكة العدو، والعدو فاهم أهمية الشهادة. لما دائما بتشهد أنه يسوع هو ابن الله، وبتشهد ليس بأحد غيره الخلاص، وبتشهد أنه يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة، وبتشهد عن يسوع بما فعله في حياتك وغيرك. اسمع ما يقول كتاب في رؤيا، سفر الرؤيا اصحاح 12 والآية 11: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. وهن عم بيشهدوا، يعني كانوا بيستشهدوا من أجل يسوع المسيح. في رؤيا اصحاح 19 والآية 10 مكتوب: أحبائي، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. هي فعلا النبوة اللي كلها بتتمحور حول شخص واحد، منشهد عن يسوع المسيح. في العهد القديم من أجل هذا قال في إشعياء النبي: أنتم شهودي يقول الرب. واليوم خليني أسألك سؤال: هل أنت مسيحي مكسوف ولا خجلان؟ هل أنت مسيحي اسمي أو سطحي، ولا مسيحي ممتلئ بالروح القدس، ممتلئ بقوة الشهادة؟ إذا أنت كنت مسيحي، ليه ما بتشهد عن الرب يسوع المسيح؟ كل اللي اختبروا يسوع المسيح شهدوا عن يسوع المسيح. وإن لم تشهد عن يسوع المسيح فأنت غير متيقن من الحياة الأبدية، ولربما غير متيقن من اختبارك مع يسوع المسيح. لأنه واضح شهادة يسوع هي روح النبوة، هو كل إشي في الكتاب المقدس إنك تحكي عن يسوع المسيح. ولربما أنت يمكن مولود مسيحي لكن غير مسيحي، ما اختبرتش يسوع. هل تريد أن تتأكد من خلاصك اليوم؟ هل تريد أن تحصل على الحياة الأبدية؟ أنا بدعوك بكل بساطة تقول له: يا رب، يعني مثل ما قال العشار: ارحمني أنا الخاطئ، أو كما قال بطرس: يا رب نجني، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. فمحتاج أنك تتوب، تقول له: يا رب أنا بتوب عن كل خطية، وتحط ثقتك وإيمانك بما فعل يسوع من أجلك ومن أجلي على الصليب، مات بديل عنك وقام من الأموات من أجل تبريرك وتبريري. وأنا بدعو يسوع، بقول له: يا رب تعال إلى حياتي، كون رب مخلص على حياتي، صليها، املأني بالروح القدس، ساعدني من هاي اللحظة ما أخجل ولا أستحي فيك، بل أشهد عنك بكل أماني وبكل استقامي. وإذا أنت صليت هاي الطلبة خبرنا، منحب نعرف منك، وشارك هذا التأمل. بكرة بنعمة الرب رح يكون لايف شو على القناة الفضائية قناة الحياة بعنوان: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ موضوع بهمك، موضوع مصيري، بدعوك إنك تشاهدنا بكرة في اسم الرب يسوع، والرب يباركك.